المهندس عبد العزيز الهاشمي. اتفضل تعالى. هو الاستاذ عبد العزيز الهاشمي الحقيقه اصر لمؤسسته الثقافيه ان هو يعني يجيب لنا شهادات او يكرم الساده الاعضاء المنصه بشهادات تقدير، وده كل الشكر والتحيه للمهندس طبعا اليمني اليمن الشقيق اللي بنشكره جدا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اشكر الدكتوره ناهد على ان اتاحت هذه الفرصه للتكريم، والحقيقه هو جهد قليل قد يكون اقل من المستوى، ولكن ان هذا هو الموجود، واسال الله ان يكون في المستوى المطلوب. وشكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك على التكريم، وعلى شكرا جدا حضرتك. سلم بقى ال شاعر رشا حسيني كده معايا دكتورة هدى زكريا. دكتورة هدى زكريا دكتور طارق منصور المطرب سعيد يجي عشان ياخد صوته، وطبعا دكتور اشرف عبد الرحمن والفرقه كلها ممثله في العندليب سعيد عثمان ممنوع عشان الكورونا شكرا جزيلا بشكر جدا الشاعر اليمني عبد العزيز الهاشمي على يعني بجد لفته جميله من محبين اليمن المصريين. شكرا جزيلا. شكرا.